زي ما كان عايز ينسى الناس الشعب مصطفى النحاس. في 64 لما مات مصطفى النحاس ملايين طلعوا الشارع في الجنازة، وكان عايز يصادر الجنازة. لا هذه أنا ما أسمع، أول مرة أسمعها. بقول لك أهو 64 مات مصطفى النحاس زعيم الأمة اللي هو امتداد لمين؟ لسعد زغلول، تم ثورة 19. خلاص فؤاد سراج الدين هو حبسه برضه ورماه في السجن، وكل اللي قدام وبدراوي عاشور كله اترمى في السجن، تمام؟ وكل اللي كان بينطق بحرف رمى في السجن في المعتقل. بس مصطفى النحاس يعتبر رمز وطني يا باشا. مصطفى النحاس من 52 ل 64 يعني 12 سنة محدش عارف هو كان فين، كان محدد إقامته. لما مات في 64 بقول لك تاني ملايين، شفت جنازة عبد الحليم أم كلثوم قدها 4 مرات، وده كان محل غيظ لجمال عبد الناصر. ازاي الميت ده برغم اللي انا عملته ده كله، ان انا بقضي على الوفد وبقضي على اي حد في النظام اللي قبلي، الشعب ينزل شعب واعي وشعب محترم وشعب راقي وشعب متحضر وشعب ما بينساش. على فكره مصطفى النحاس بالنسبه للشعب كان زعيم. على فكره مش وفدي وعمري ما انضميت للوفد، بس بقول لك التاريخ.